تعالوا مع بعض نقعد في هذه الحالة وكأننا موجودين مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط الصحابة وهم بيسمعوه وهو بينادي مش عليهم بس، حاجة غريبة أوي. كان ممكن حد من الصحابة يقول لهم يقول يا جماعة إحنا ما عندناش حد تاني من غير المسلمين. لكن إيه اللي حاصل؟ حضرة النبي قال في هذا المشهد المهيب يا ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ألا هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد الغائب الحديث ده من أهم الأحاديث اللي ممكن نتكلم عنها وخاصة في الظرف اللي احنا فيه ده ليه بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة ويقول للصحابة هذا الخطاب البليغ بيقول للصحابه والصحابه كانوا فوق ال 120 الف صحابي فبيخطب فيهم صلى الله عليه واله وسلم بيخطب فيهم بابي وامي صلى الله عليه وسلم وبيعرفهم مبدا من المبادئ الانسانيه الكبرى وهو مبدا السواسيه مبدا السواسيه اللي ليه ثلاثه دواير هو مبدا كبير ولكن فيه ثلاثة قيم كبرى مبدأ الإنسانية والمساواة والعدل ماذا؟ مبدأ المساواة الإنسانية والمساواة والعدل يعني إيه؟ تعالوا نشوف الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيكلم الصحابة بيقول لهم إيه؟ إن يا أيها الناس إيه اللي حاصل؟ الخطاب ان ربكم واحد فيذكرهم بالوحدانيه يذكرهم بانهم عبيد وان الله سبحانه وتعالى لهم ايه لهم اله طب هم عبيد والله سبحانه وتعالى لهم اله ايه تاني وامتدادهم الانساني كمان واحد ان ربكم واحد وان اباكم واحد يعني ايه يعني تعالوا نبص أنكم خلقتم من عند الله وأنتم عشتم بأصل واحد يعني أنتم في نعمة الوجود من عند الواحد سبحانه وتعالى وفي العيش في هذه الأرض أتيتم من واحد فعايز أذكرهم بإيه بمعنى الإنسانية معنى الإنسانية أن في إنسان والمعنى ده مركب من أمرين من العبودية والمشاركة في الخلق فنحن عبيد لله مشتركون في الخلقة هذا معنى إنساني مهم لازم نؤكد عليه